إخوان السلام عليكم، عواشركم مباركة. الناس قالوا لي ورينا المرحوم، ها هو المرحوم معايا هنايا واحد التصويرة، هادي تصورنا في فوينغرولا إسبانيا، في واحد البار تيقول لي لندن بوب، حدا البحر، فهمتي، و أوبوزيت لاس بالميراس أوتيل. هو المرحوم شتوه، هو قالك الناس بغا يتعرفو عليها هو هدا، وقيلا تصاور وريتهم لكم شحال هادي، وكذلك واحد التصويره هادي أنا وياه وولدي الصغير في هاروغايت، مشينا ل العرس ديال بنت خويا، حتى هي تزاد في هاروغايت، ومشات جوجات الثاني في البلاد اللي تزادت فيها في هاروغايت يوكشا، وهادي تصور، هادي تصور، مشينا بلبس مغربي، وطني، نصره الله، وطني، الوحدة الترابية، الخوانة، تي جي في، كأس العالم، قوة أخرى هناك. انتم شتي هذا هو مات مسكين الله يرحمه، حتى انا غنمشي نتبعو، احنا انا لله وانا اليه راجعون، حتى حاجه ما دايما كاين غير ديك الدايمه اللي كاينه في الدار البيضاء، باقا ديك الدايمه تقول دايما ماشي ماني دفنوا في الرحمه، لان دابا في المغرب مابقاوش يجيو يدفنوا، دابا الا دزتي في هذه الناحيه يدفنوك في متي في جيت الشمس يدفنوك في واحد الغبيه دايما ما فين جات، ولا الشهداء عامره قلت لك هاد السيدي دابا هاد الناس هادو اليوتيوبرز اللي عندهم قنوات واش عندهم هادو كلهم تيتكلموا لينا تيبغيو يغسلوا لينا العقل، حنا دابا تيشوفوك شارف وهارف وسكران تيقولوا هذا كان بو غادي نكذبوا عليه، تيكذبوا عليه هذا الوطن، الوطنية، الخوانة، كأس العالم، القشاع، تي جي في، هادشي اللي عندهم، ولكن ما تتكلموش على المستشفيات ديال المخزن، لا، ما تتكلموش على هادو الكلينيك، واش عباد الله الكلينيك، شنو ما نسميش، شوف هيا ما تعملش لي فاكين سانسرشيب هنايا في القناة، نقول اللي بغيت، لأنني أنا في باري، وباري في داري، وداري في جد، في الصحراء الشرقية، فهمتي، فلهذا عاود نكرك، تنقول لك الكلينيك تاع جرادة. لي مشى لي الاخ ديالي يا خواتي تسكن حداهم تيسكن في عارفين العيوان مقابل مع لي زال البروج وغير فوتي قيوم تيل ودور قيوم تيل عارف قيوم تيل الدار البيضاء الوزير كان لي تقول لي شارع جراده ودابا سموه معطي بو عبيد داك الزنقه هذيك تما حدا البراكه كاين واحد الكلينيك البراكه تعرفوا البراكه في كان بكري كان الكوت يلعبوا البول هذيك البراكه فهمتي تما الكلينيك دابا هو مع ساكن تما لان نهار الحد كان مع الدراري في لارميتاج كل تيجي لارميتاج حد دارنا كاين في لارميتاج مقابله مع التحدي ولا التعدي بحال بحال تريحو لك القهاوي تريح ما ولا دير لك شي تيبقى هذا كان مشاو تيتسارى مشي يتسارى ولا يجري شي شويه في لارميتاج
وجا ريح معاهم الهضره الهضره شويه قال لهم راني عيان غنمشي للدار. خد الطوموبيل ديالو ومشى للوازيز. الحاج بالليل نهار الاثنين تيقول لمرته راني عيانه عيانه ما عيانه لا لا اشنا هي بانيك الكلينيك القريب هو جراده اللي حداهم باش يديو الانفا في العمل العمليه ديالو هادي واحد 10 سنين ديال الكولون تما العمليه كذاك اكلي كونفا الكلينيك عنده ريبيتاسيون من بكري ملي قالوا بني عمك الكور ملي كان الكور تما ايوا انا ما عرفتش علاش ما داوش تما دابا شوق عليه مع داك النصارى اللي عنده واقيلا بدي يسيحو داكشي داك الوسخ وداكشي تخلص ليه مع الدم داو الكلينيك الكلينيك اش فيه الكلينيك ما عندهم لا صوارة ما عندهم لا عندهم والو غير اوتيل وفي واحد تيتسارى بطبية بيضاء وواحد غليظة معاه وواحد واحد سيكريتي هذا اش هذا السيد السيد ما يقدر هذا باش لي يديرو تيبغيو هذاك يبوانتيوه باش يتخلصوا منه دخلوه تما ما قالوش لهم هذا هو قال لا ولا اش داروا دوزو بيلا قال دوزو بيلا تيجيو الاخرين مع الصباح مع هذاك هذاك الشاف ولا الشاف باش نقول الطبيب ديال بيرمانس باش ياخذ حقه بوانتيو خلاه قال له غدا يجيو الاخرين يجيو مع الثمانيه ولا مع العشره ما نيش باش الوقت يجيو خلاه تما مع الجوج الليل مول امان دا امانته لان حمار ما عندوش لي فاسيليتي باش يديتكتي اش داكشي اللي فيه كون كان هنايا دغيا التياتر التياتر يجيبو هذاك دغيا يفتحوه يحبسوا دوك القوادس دوك النصارى يحبسوهم والدم تا هو يحبسوه وبقى يكبوا لي دم جديد احنا ما قريش طب ولكن نشوف التلفزيون لا ما قريش ما قريش لا سيونس لا فيزيك لا والو انا خارج حاشيه من هاد الجهه مليح الخبز حاش قلت لك اسي هنا مات ملي تتكلم مع الخول اللي مشاو هادو هادو لا قدر الله واحد قواش من قدر الله وما عطاهمش اسمو بيلتا ولا داكشي اللي ما حضرش تقول لي ها ما عادش دخل ما عادش خرج شوق عليه اش درنا عليه هذا درنا اش من دواء اش من دراوة ما عندهم ما يديروا ليه هنايا ملي تكون شي عمليه خطيره في شي كلينيك تستنجو بالكلينيك اللي عنده تيعيطو تعرفينو تيحولوه ديك الساعه في ما تيخبوش الكوميسيون خليو عندنا باش نضربو الفيزان لا 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 ماشي بحال ديال المغاربه لا خلي عندنا خلي عندنا هو مي تكون خلي عندنا ما سخيناش به هادو هادو معنياش ما عندوش ميديسان هي اللي خارج يلاه عنده شي ديبلوم مزور مزور من باري من باري ولا من كندا تيخلعوا لك دوك الديبلوم ديال المزور نقول لك شو الطبيب شنو الطبيب المدرسه ديال الرباط فين فين تقراو الطب الله يوقع العقل فين تقراو ما عندهم فين يقراو مانيش ايوا دابا ما فيش هو تاني خصو ينعس لان الغد اللي خدام في سبيطار اخر اللي معاه اللي يمشي يكمل 16 ديالو شي سبيطار ديال الحكومه خصو يكون تما خلاوه تما طبعا عرفت اش داروا لهم فيقوا مع ديك الثلاثه الصباح اجيو راه السيد مات اجيو ديروا معنا اسمو الفورماليتي شو ما شو بالعربي اجيو ديروا الفورماليتي واه الربعة الصباح اش ما فورماليتي ايوا الناس ما فاقت ما عندهم يدير بقاو واخا مشاو غير بقاو تسنى السبعة الصباح بغينا نشوفو لا ما تشوفوش فينا هو والله ما عرفنا فينا هو هم لي هودو ها هو كاين في لامونغ هما تيقول لامونغ شنو لامونغ عند المغاربة بحال يقولو لك اسمو دس ما هو تينو تحت لاكاف تقول لهم لاكاف تحت نمشي خوتي يشوفوا من جو الغد باش غادي يخرجوه سي اللي حيلو في الارض ومغطي بكاشو هذا كلينيك ما عندوش دوك الفريغو فين يخشوا الموتى ما عندوش وسيدي هذاك موريزغو واحد مارش على العام هذه واحد الدري من خالتي هنايا بها مات مهم امها قالت لهم ما تدفنوش تجي بنتي باقي لا عطلوه يوم لا يومين تجي جات البنت من جاو غادي يخرجوه السيد من فوق هذا موريزغو ما عندهمش ولا خسر اي هاي لا خصك نكتبوا للوزاره المعنيه ولا نكتبوا المندوب باش يجي داك ديال فريكوماتيك
نقول لك الانجينيه ديال الفريغ باش يصوبوه. السيد راه في المغرب الحراره، السيد كان غيتفرقع ومشيتي عندهم هاد بحال هنايا تيعملوا القطن، كان في المغرب كان يديروا القطن، القطن ويديروا فيه بحال بحال شي حاجه ديال بحال نقول بحال شي حاجه ديال الكريزي ولا شي حاجه ولا الريح ولا ولا الكول تيديروا لهم هنايا وتيديروا لهنا وتيديروا في اللور ديالهم باش ما يخراوش باش ما يبولوش. تيديروا في المغرب تيديروا شي خلق تما تاتكون بحال الناس غادي يغسلوا بعد المره يخرج الخراب لفمك ولا من زكوك ملي قلت غادي يغسلوه. ايوا انت تشوف وتخرج الدم من هنايا لان هادي تيقفلوا لهم كل شيء، تعرف تقفل كل شيء ولكن ما داروش. هذا كلينيك جراده، كلينيك جراده نقولها نجراها ونقولها ونعاودها، كلينيك جراده ما عندهمش فين يحطوا الموتى اللي تيقتلوا. اش داروا ليه باش يعتقوه؟ السيد كان لاباس عليه وقيلا تفرق عليه هذاك. ايوا ما تعرفوش، انا نعرفو هنايا هذه عائله ما نقولش شكون في العائله وقع لي هذه العمليه في الانجليز. تعرف تعرف جاتو هزوها وشوف الطب خرجوا تعرف 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 بدل هذا هذا ليش يديروا لك تيقفلوا لك داك التيو وتيلصقوا في الخلشه، الخلشه تكون هنايا ها والدم تاعو كذلك تيجيبوا الدم وكاين ما عندهمش الدم غادي يقول خصهم يفيقوا هو راه مريض خصهم يفيقوا يقول سير انت لهي وجيب الدم معاك سير جيب الدم. ما عندهمش الدم ما عندهم والو مالك ما دير امك تشوف فيا قال لي انا جيت نعرف الطب انايا وانت جيت نعرف الطب ها انت تعرف الطب هم فلوسهم طب ما بقى تشوف فيا دير امك شوف فيا انا باباك الكلب خبيثه خبيثه على عينك حرام يا الشفاره ها اش دير بشكايه سير دير شكايه دير امك ودير الشكايه انا علاقة بكم ما مشيتش للمغرب ما مشيتش حضرتني في الجنازه ديالو لان ما بغيتش الريسكي لان عندي ولادي ما تعرفوش العربيه ومرا ما تعرفش العربيه وما معلمينش تحرميات مشيت تما بدي يضحكوا عليهم هذا القهوه وانا في الغباق داكشي علاش ما مشيتش. اللهم يموت واحد ويموت جوج نقولها لكم من هنايا باركين علينا هذا انشاءات الرجاء العالميه اش من الرجاء العالمي الرجاء وين ولاد السلطان مع احترامي لهم هذا الرجاء اللي عندكم راه قلت لكم انا الرجاء مبنيه على التخلويط نهار تبدات نهار تبدات الرجاء كان فيها المحامين واللي دي ليغي ديال النقابه تخلويط بعديهم وذاك التخلويط الى حد الان تا اليوم تشوف ديك اسم ديك وقيلا ليندا مرت دومي قال لي واحد تعرف دومي وانت ماك فين تعرف دومي دول دربنا ولد نقول لهم حنا ولاد الباريال ولاد الباريال فين كيلعب الكرة حمام القبة المقاطعة السادسة والمرة المرة الأخرى تنشوفو تلاقيت معاه في بيلفاس كندير واحد الماتش مي كان مع الإيرلندي نور وجاو رجعت معاهم في فاسمو في الكار رجعنا للوطيل حنا كنا في اوطيل واحد مدي مشيت من لندن ها ديك المره تلاقيت معاه وما عرفنيش حتى قال لي انت هو هذا قلت له هذا هو هادي مرتو مع دومي ولد البلاد ماشي بحلاس ماشي بحال بصير باغي كريما باغي الارض مع الماء لا ولد البلاد عنده مدي ولد السلطان مدي ما داش اما كون مخاوي كون دار او كابيتان ديكيب كابيتان ديال لا سيليكسيون كويري هذا الرجاء كون دار الفلوس ولكن ولدو بان قتل المراه ولدو دات ولدو الرجاء تما ولا الاكاديمي باش يقول لهم لعبوه ليا ماشي قرا تما قال له هذا عرفتي المغاربه هبوا دريقه هذاك القحبالك اللي في الحبس هو اسمو اللي تجمع الزبل هذاك ميخالي وواحد اخر حتى هو اللي كان قبل من لو عثمان ابو عثمان ماشي يقول ايه حسبان حبسان ماشي لا ولا عليك لا لا غير تيمشيو تمشي تيحبسو على التليفون تيبلوكيا قاتل معاهم قال على الاخر عرفت اش ديروا لا ولا عرفتي سي جي بينا داك بينا غادي يخرج من المدرسه كانت تقرا في لا ميسيون ايطاليان تيقرا الفرنساوية تيقرا الطاليانية تيقرا العربية ما عندهم ما يدير معليش
غادي خدمه مزيان هذا ولا تخلص عليه ديك الفونداسيون ديال واقيلا ديال محمد سامي ماشي اش من فونداسيون ديال الكوره ديال تخلص. مشات على نيته قلت له عطيني ورقه صورتي زعما تحبس لي الدراسه تما لان اخرين فين مشيتي مشي بحال المغربه لا مشيتيش كاع ما يديوها فيك اما بحال هادي هادي ليكول ديال الطاليان ماشي لا ميسيون تخدمو بخال عطاوها ديك ورقه صورتي. مشات عند الرجل رجع الغدا رجع هذا هادي 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 ما كاين والو لا حمار لا سبعة فرنك. هادي الرجا اسمعي الرجاويين سمعوا اش واقع في الرجا راه غير ولاد القحاب اقولها واعدها وتحملوا مسؤوليتها. انت دخل سوق عندك المراكي اش دخلك اش دخلك الكره تعرف الكره راح تقول بحالي فهمتي كيفاش القضيه ها هي اليوم تتشوه بيوم ما كاين غير فورس بروميس غنديرو ولا عليك اهلا سي سي بودريقه سي القلاوي اهلا سي هذاك الميخائيل الله يعدي لكم كلكم القحبه المقلاعه تم الفاكين يعري تا ولا سد عينو يعري ويعري ما عرف راه ولد دربهم ولا ولد دربنا انا عاقل عليه ملي كان خدام عند الشفناج عند الشفناج تما هذاك هذاك يعري هذاك وكان تيمشي لا جورنيس ملي تيجيو تما يعملوا دوك ستاج باش يديو اللعابه الكويريا كان مشيت تلصق ونهار الجمعه ولا الحد يكون تكون مشي اللي تيحبس جول اللي خصو جول ها هو يعري هو يحبس وبقى تيتلصق تا ولا مع الرجاء تا ولا فيه الفهم هادي يعري مشي يقود. نقول لكم الرجاء شيل بيرجيكو كان من المؤسسين تاع الرجاء وقلبوه وقلبوه بيرجيكو الله يرحمه. جو واحد يقول لك رجاوي الخضراء سير الله ينعل دير امك ودير الخضراء تزيد عليها البيضاء وزيد عليها الحمراء وزيد عليها الصفراء وزيد عليها جميع الالوان. سمعوا ولاد الدار البيضاء يا دوك ولاد السلطان الرجاء راه ولاد القحاب ما يسواش هادو 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 الكوميتي الكوميتي راه غير الشبار تما على المناصب قال لك حق الاكاديمي هادي الاكاديمي القريب ما قراش ومنين منين وحنا معاهم دخلوا واحد المره يقرا ثلاث ايام ولا اربع ايام ما كاينش بروفيسور واش يقول لي واه الشهر الجاي شهر السيد الدري دابا عام ونص ما تيقراش يبدا يلعب الكره ودي ملي تيجي بغي يشتري لي جايا سي 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 جري مع دوك الجماعه اللي لا سي جري معاهم فا سي تجري تيديروا لي بحال اللعبه ما سجلوش ما عطاش لا ليسونس لا والو. هادي الراجا الراجا انا نقولها تنقولها من هنايا واللي اي راجا وبيحل فمو يلعب بالكومونتير عيد لي كومونتير خلي العروبيه اللي تجي الشمس نتكلم عليك الرجاويين ديال درب السلطان لان الرجاء فرقة درب السلطان فهمتي هاي خلي تخلعونا هذا عربي يجي من الفضاله ولا هذا عربي يجي من هنا ولا هذا لا انا طفيلي ولكن ديك الساعه كانت الدار البيضاء فيها نص مليون الا قلتها انا ودادي بحال بحال كانت الدار البيضاء صغيره الحب الوداد لان الوداد كان شاد المدينه القديمه وشاد هذاك الحكدا هما هادو المتلصقين الراجل ولا شوف ها واحد جوج فيهم الحبس هذاك هذاك الميخالي وبودريقه وشو واحد خوته هو غادي يمشي يمشي الحبس كل مشى المخولين باش عارفهم اللي جا الراجل تيحلبها الملايين ما قدروش يخلصوا على الدري يقريوه في الاكاديمي وهذا ويعطيوه هذا ويطلعوه في الكره ثاني مشى لواحد الفرقه في وزان الا لا حرام يمشي مع ديك الفرقه حرام رجاوي في الدم وهذا جابوا تاني رجا تاني خلوه لا لا فرقه لا والو تاني مشى عند حد السوال حد السوال وقفوا معاه على ما قال مو قلت لك الله يعمر هذا ولكن بعيد باش يطلع من الدار البيضاء لحد السوال ما علينا مشى شي فرق فيها المخدرات يوصلوا ويزيدوا فهمتي ما عليناش انا نقول لك هذا عشان نتكلم لان تنشوف المراه بوحدها واش داروا لها ولاد القحاب الرجا الراجل كوميتي ماشي شوفوا المحبين على الراس راني ولد بلادكم وولد درب السلطان فهمتي اما من ناحيه الكره انتم الرجاء وانا الويدان ما فيها مشكل ولكن بيجي العروبيه ويضحكوا عليكم يضحكوا عليكم حنا نديروا غادي نديروا السي فلان ديالنا ودوك الحاسة دوك الحنكازون دوك المتلصقين تي السي هذا لا يعدي من باباكم الكلب في كنا تنشوف ديك اسمها نجيبه الاخ اخ مع الاخ اخ 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 تحفه هذا تيشوه بعباد الله وهذا وما داك الاستاذ حليم تا هو من ناحيه هو من الغرب تا هو معاهم ولا
وقال لهم بينا الفوز. قلت لهم علاش ما النيابه العامه تجي عند حليم الاستاذ حليم تقول ليه هاد الفاسدين والمفسدين قول لينا شكون هما. اياه اياه نجيبه جلال دابا انت هي تعطي ديريكسيون للنيابه، وعلاش ما تقوليش النيابه العامه ولا قولي لخوك تحفه يمشي عند النيابه العامه يشد الطياره ويمشي عند النيابه العامه ويقول لهم شكون هما هاد المفسدين ديال سيدي سليمان. لحي سيدي بقاش سيدي سليمان سليمان تاون بغيت تقول لي تبخل القانون على الاستاذ حليم، ولكن ملي يجي على خوك اخوانك الدهب تحفه تا هو كنت تقولي ليه يمشي يقول لهم مني تجيه المعلومات يعاون الفرقه الوطنيه اللي يعاون النيابه العامه كراس سيبر كراس ذا سنيتش بحال بحال فهمتي كيفاش القضيه. وكذا انت يا منافقه نجمه جلال انت يا منافقه الا بغيتي تكون خص تكون هاه بحال بحال توازن. الاستاذ حليم يمشي عند النيابه العامه يقول لي مشكين وتحفته هو كذلك، ماشي تبقي على هذا. وانت شكون اللي غتبقي؟ وانت الصحافه ما يسواوش المحاماه لا ما عاد زبناش شنو واش اش ديري مع اختك حدي تقول لي اختي هذيك اختك اسمها الشينوي بنت الشينويه اش درتي معاها؟ ايوا مسيت دير لها شويه الفازلين وشويه الصابون البلدي دير لي العكاشه راه مؤخرته تحرزات انت يا نجيبه جلال تكلمي على هاد الكلينيكات اللي ما عندهمش هاد الباندا هادي واحد ما حد يدخل الكلينيك تياخذوا المعلومه ديالو وتكتبوها لي هنا وتلصقوها لي هنايا تتبقى تنهار يمشي للروضه ولا نهار يخرج من السبيطار. وكذلك ديك السبيطار ديال الاطفال اللي كاين واقيلا في هذيك مراكش واقيلا اسمه بنو طفيل ما عرفتش ديك السميه يعني. الدراري الصغار السيد بنت خو جات من الصحراء قال لها سيري لمراكش فيه هو السبيطار زعما كاين جات من الصحراء ماشي مدينه تما جات عندها ولدها عنده ثقبه في القلب وهذه هذا هول ان هارت مع التكنولوجيا تقدمت يقدروا يعملوها وباقي ما تولد هنا في الانجليز ديك هول ان هارت ماشي شي اوبيراسيون صعيبه والو فهمتي كانت صعيبه في الاول كانوا شي كويريه عندهم هول هارت هادو على خاطر طرطف مع التكنولوجيا تقدمت دابا يعملوها بالليزا في صمو باقي ما تولد وملي تجي تولد الدري صغير تيعملوا لي خصهم يديروا لي بحال هذا هو خارج من طبو المو ولصقوا ليه بحال هادي اللي فيها المعلومات ديالو دري اسمو هذا لصقيه لي هنايا وهذا ما تيديروهاش عرفتي علاش؟ لانهم متبيعو شرو في الاطفال بحال مات تيلوحوه قال لي الدري هودي باش يقلب على ولد ختو قال لك عرفتي ديري بحال السردين ما كاين لا سميه لا والو طاب علاش؟ تيديروها بحال كان هذاك شي دري صحيح تيبيعوه ومن تجي تقلب على ولدك فينا تقول لك سي 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 رحمه الله ما مكتوبش يعيش في الدنيا وانت دين امك مكتوب عليك باش تعيش في الدنيا وتقول لي راه مات شنو هو؟ شي جاري بالعمل انا كنت نعرف ممرضة عندنا في الدرب كان هذا كان كاع ذوك العيات اللي معنا واش جابت لهم الاولاد ايوا بلا هذا وكيما مات مسكينه مات هي تصحاب راسها دير الخير ولكن ما هاد ما يديروهاش للاطفال الاطفال مي غادي الدري غير الدري يخرج من طبو المو هادي تلصق عليه فيها المعلومه دير الطفطف في المغرب ما تيديروهاش الدراري باش لما تحت يعطيهم الوقت باش يبيعوا ويشريوا هذا خا ما يديروش سير قلب عليه الناس مشي قلب هكا بحال السردين في الارض ماشي كون غير في هذيك التيروا ديال الفريكو لا في الارض وهذاك السبيطار جراده ديك لاكاف موسخ وخنز كون غير يجوا الصباح يديروا جافي ولا كريزي وهذا ويغسلوا هذا لا هذا كلينيك جراده وزيد على هذاك ديال مراكش امي طوفيل ما عرفتش واحد السميه عنده نسيت هذه المسيت سميه السبيطار بعد السبيطار في مراكش نقول لك انا مش توقي ما نستناش هذه نجيبه باش تكلم ليا هذه قال لك هي بالدار البيضاء وهي دايره بحال شي جيت علاش ما تكلمش على الدار البيضاء؟ علاش ما تكلمش على فينا هما المراحيض فينا هما المراحيض فين يخراو عباد الله بلا ما نمشي معك على هذا ولا علاش ما تكلمش على الرجاء الفضيحه اللي داروا مع مرت ظلمي
واحد جد عندنا واحد مره قال لي واش جيتي على اسمه هذاك تقول التكريم على الجبيري؟ قلت له ما جاش على الجبيري. قال لي راه عطيناك شوف الحقره الاسلوب هذا الولد القحمي عند الراجل. ها نقول لك من هنايا هذا ودادي تيتكلم معاكم ولد السلطان. تنعرفكم ملي كان عندكم الكراج حدا الكودية ديال الدرب كريكوان دابا داروا فيها المقاطعة وكان المكاين المدفع انتوما مخشين بواحد الحانوت ديروا لك بكري ها عاق عليكم ها وتجي دابا تقول الأكاديمية والراجة العالمية وهذا وهذا سيروا تقودوا شوفوا ها واش جيتي على الجي بي لي ديال هذا ديال اسمه ديال الظلمي راه درناه ليه شوف الحقرة شوف الهضرة شوف الأسلوب هادو ولاد القحام أقولها لي ما كاينش أسلوب لأن أنا ما قاريش ما عنديش شي مفردات ولا شي حاجة ما عنديش شي كلمات جديدة في المنجد ديالي اللي أستعملها باش نطبق على هاد الكلاب هذا ما عندهمش ما كاينش شي نظام باش هذا يتهلاو فيه هذا وحقها ملي تمشي للتيران تيحطوها مع صحاب اسمو المكانة امرأة داخلة مع صحابها ما تعطيوهاش الوراقي تا الوراقي ما تعطيوهاش الوراقي بحال دابا حنا عندنا اللعابة تعمل تعيط للكلب تقول لك ديري هذا فلان فلان فلاني عندنا واحد الورقة ولا جوج يقول لك فوالا ملي تمشي للريسيبسيون تاخذها وتدخل هادي والو بغات دير غير ولدها ديك الساعة كان باقي صغير باش تبقى في ديك الروحة ديال الراجا ما تعطيوهاش بعد مرات خصها هي تمشي تشري ورقه مع صحاب مارشي نوار مرت الظلمي تمشي ورقه مع مارشي نوار باش تدي ولدها يتفرج باش يحطوها في المنصه وهذا هنا اللعابه اش يديروا لهم كاين الهوسبيتاليتي روم تيجيو لها اللعابه لي زونسيان جوار تيكونوا تما تيعرضوا عليهم هذا كل مره العام كله هنا تمشي عند ارسنال تمشي عند ليفربول تمشي عند هذا تمشي عند حتى حنا عندنا هنا في جيلينغهام تروازيام ديفيزيون ودخل تما القاعة ديال هذاك تشوف تيجيو اللعابة تعطيهم الماكلة هذا وتا الما ما عادينوش ما مبركيناش مبركين المرا مع الهوليغانز أنا مش تعجبت وداخل لك اسمو اللي كيديرها المصري حسن المصري مش الغلطة ديال عمر واش من الغلطة الغلطة ديال المغرب ماشي ديال عشرة سقيا هي على الغلطة والغلطة ديال المغرب وانت كمذيع جبتيها ها وقلتي لها كنتي قاصحه معلوم قاصحه المراه بغيت راجل يمشي يجي صحابو يديه يتزوفر الراجل عنده اربعه الاولاد ومرات ثلاثه الاولاد ها ومشي يغبر يومين ثلاث ايام عادي تم جاي ها دوك الهنكازا دوك المتنسقين تيديو على السيد الميال تمشي معنا ناكلو عشره مشيو نقصرو هنا وهنا وهنا تيخرجوا على السيد اللي كان حي قال لك قلت لك علاش انا على تقول لهم راه ما كاينش لان بغيت راجلي يبقى مع ولادو باش يخرجو منها ويخرجو منها ماشي ديما غابر وهي سمحات الخدمة ديالها كانت خدامة في السياحة وسمحات الخدمة ديالها باش تجوج معاه وتقابل لي ولادو أنا ماشي سوقي شنو ماشي القوي أنا القوي الحمد لله نقول لك الرأي حق اليوم صوتوا في البرلمان التصويت الثاني على باش يولي يقتلوا عباد الله يقول لها المواد الانجليزيه اسيست داين ربحوا بلا ماجوريتي ديال 55 330 حتى 275 وتيقولوا هذا مدي هذا غدو ثاني المره الجايه دوزيام هذا تروازيام ايتاب وعاد من بعد تمشي عند هاوس اوف لوردز باش ديك الساعه يمكن لك تقتل جدك ولا جدك قول لهم حق راه تعذب ولا نقتلوها يديروها هذا كان تيمشيو لسويسرا عند ديغنيتا ولي ديغنيتا سي كيف سويسرا بشي 20 مليون باش تقتل راسك ماشي فابو تدخل الحي تعطيك دواء تشربو وتيجي يهزوك ويلحوك بالزمن ويرجعوك لبلادك ولا يدفنوك في هذا قال لك حقا هذا واحد يقول لي الخلوقي ماشي رئيس جماعة ماشي نوحي سليمان ماشي سيدي ما كاين سيدي لا والو كاين هالكازيت كاين واحد سليمان قال لك هرب ايوا انت علاش ما قلتيش انت هي هذه كاين عجيبه علاش ما قلتيش يديروا البحث مع ليميغراسيون لا بوليس بوليس فرونتيير علاش ما قلتيش نقولوا بغينا بغينا نعرفوا واش الواقع
علاش ما تقولش قولي الحموشي ولا الدخيسي اللي تتكلف بالميغراسيون ها ولا لا بوليس فرونتي، علاش ما قلتيش لهم حقا يمشيو يبحثوا معاهم كيفاش تخرج من المغرب ها؟ ولكن عرفت شكون يخرجوا؟ شكون تحفه تتكلم عليه وعلى الاخر خرجوا، لان فيها ضريبه الفلوس، لان الزملاش المحامي الاستاذ اللي تيفيق مع الفجر يصلي وتينعس على 10 الليل اه وخالته ماتت والبيرو عنده والله ما هذاك هذاك سبيسياليتي تيخرج عباد الله من لي فرونتيير اه اه ايوا هو اللي هذا اه تحفه والزملاش هما اللي كانوا في عمليات تهريب تخلقي. سمعها سمعها نجيبه جلال اه خلينا من الكوميدي اه اه الخلوقي هذا هذا اه تحفه قال والاخر داك اسمه داك الجنرال فروج قال لهم جيب لكم اخبار انا عندي واحد الاخبار عندي واحد الاخبار دوز ساعه باش عاد قال لهم آه الخلوقي مشى علاش ما تقولهاش في الاول اه باش الناس يبقاو يوركوا اه خلقوا الخلوقي خرجوه من المغرب بمساعده التحفه وداك الاختصاصي في تهريب تهريب الفاسدين المفسدين اه هذاك الزمالك يحرفوا تيدخل تيدخل مثليين من الملاقا وتيخرجهم اه اه ما كاينش يتكلم على الاخر يقولوا بانهم تيتهم عباد الله بالقتل تاهم تاهم الاستاذ حالم قال لك بغا يقتلو اودي 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 ما عندناش نتمناو الجاي المره الجايه يدخل المغرب تكون شي جمعيه واقفه على حقه ويقرقبوا عليه يجيبوا يعملوا معاه البحث ولا يدخلوا عند اسمه عند حيت هو قال لك تا هو مع مع اسمه مع هذاك اسمه شنو ذاك الدري هذاك ولد الشينوي تا هو معاهم تضامن تضامن اه وديك طق 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 هذيك 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 ما عرفتش نقول لها نقول لها صوبيزا انت انا غادي ندافع عليه غادي ندافع عليه غادي ندافع عليه شوف صحابي غادي الحرير ندافع عليه اه غادي ندير لي محامي الاخرى المنفوخه غادي لي محامي شكون اللي مازال ما حق الزملاش غادي فولونتري باش تو يدافع عليه شتي انتم الزملاجيين بعضياتهم الزملاشه الزملاشه تنتشر في بلد في بلد المغرب في بلد المملكه المغربيه اش الوطن روح تقاول انت ولا الوطن روح تقاول انت ولا الوطن ما كاين لا وطن الزبي فهمتي كل المغرب المملكه لا لا الامبراطوريه المغربيه شوف 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 في عمك نتوما شي ملك تيتسارى فرنسا مع بنته وجاها البرد وقال لها شوف يا بنتي ديري الكشكول وتيفتها ودار لها الكشكول وجدها هذا ويتاهي وباستو من الحنك وهذا وهذا شوف هذا في هذه عمرش هذه عمرش وا كينيدي كينيدي مع ولاده ما شفناش تشوف مع تشوف مع هذا اسمه اسمه اللي تحكم عليه اه محمد السادس ولده ولده تعمل لهم تيشد لهم التصويره اه لانهم انتم راه بحالنا راه شعب غير نتوما واد القحاب هادو بهادو هادو سيدنا النصر والله هادو هادو واد القحاب هاد الكذاب هاد المنافقين هما اللي بعدوا السلطان علينا هما هاد الكلاب هادو هاد الزملاشين هادو واد القحاب هاد اليوتيوبرز سيدنا ارض الوطن خارج المغرب وارض الوطن داخل المغرب وارض الوطن هادو هادو واد القحاب هادو هادو اللي باك علينا سيدنا النصر الله سيدنا النصر الله سيدنا النصر واد القحاب شوف شوف كيفاش غادي لابس الجين غادي مع ولادو تيتسارى بحال عباد الله شاف هذا تعرف هنا شاف بنته جاه البرد وخا لابسه كبوت قال لي خلفي خلفي راسك باش ما يضربكش البرد ديال فرنسا وغادي وصوب ليها وهذا وهذا وتشوف شوف الناس كي دايره شوف شوف التصويره التصويره وريت المدام والله العالمين ها جاي شوف اه واش تي اه القحاب قال لك بغا يديروا الجمهوريه يجينا شي واحد بحال بحال اسمه ذاك شاكي بن اسمه عبد الله بن كيغان ها ها تصور لك انا قلت تجي مع مرته ومرات الثانيه ومرات الثالثه يجوا معاه وبنته اللي كاينه في الالمان خلال المغرب خدمه جايين هادو هادو عندنا في الحكومه ثم اللي غادي يمشوا للحكومه البريزيدون هذا ها ولا داك الشلح ديال العثماني ها سير يا ولاد القحاب بركه ومن النفاق حيدوا سيدنا هذيك حيدها ما كاين لا سيدنا لا والو حفظه الله ورعاه كلمة خفيفة ولا شفاه الشفاء العام الحس كابا ما بقاش نديرو الحس وهمني نتوما هاد الدولة هادي دولة درتو الأضريحة تيتخسر من الملايين والجامع ديال مريزيكا حنا خصنا نخلصو باش نصليو أسيدي ما نخلصوش عطيو لي رجعو لينا رجعو لينا نديرو فيه لابيسين نحفرو نديرو فيه لابيسين كيما بكري ما عندنا بجامع الجامع نخلصو 70 درهم علاش علاش نخلصو علاش ما حنا ديك الأضريحة نريبوهم ويقول الفلوس اللي نخسرو عليهم نخسرو على الملعب ديال الدار البيضاء ها ها
ما قدكمش الاراضي تاعكم الناس، ما قدكمش الكيف، ها ما قدكمش دوك المخدرات هذا. وداو طامعين طابعين في المغربي يخلص 70 درهم باش يدخل يدير واحد 4 ركعات ويجري عليه. ها ما عندكش الوقت تريح فيه النهار كله باش تسخن. كون كانوا يخلوا عباد الله يبركوا تما النهار كله باش يسخنوا، ما كاينش، ما كاينش حتى الشوفاج، ما كاينش. شنو الحمام؟ الحمام راه الحمام تحت راه فيه الماء بارد، الناس كاين الناس يتشكاو تيدخلوا باش يعوموا، شنو والو كاين البروديه. اه شنو هو عيقت؟ شنو هو نقول بحال هادي؟ يا صافي انا نقول بحال هادي يا صافي. هذا هادشي اللي كاين. اه قال لك هكا الخلوقي خرج من المغرب، شكون اللي خرجو؟ خرجو تحفه والزملاش هما اللي خرجوه. اه شكون اللي خرج عباد الله من الدوله؟ كاين هادو وعندهم الحجه، تيدخلوا واحد من ملاقا لا باسبور لا والو، تيدخل تيبوليهم على الرايه وتيسب الملك وتيقول لكم نتوما العاهرات، اه العيالات ابناء العاهرات. اه والله مع السلامه، الله يجمعك راكم وبالسلامه عليكم. اه قلت له غندير بحال الامير، انا عملت كشكول باش ما يضربنيش البرد. اه ولكن ما عنديش با حتى انا يتيم، با مات. اه كون كان با ناكل دير ليها نبوزو. اه هو هذا. اه هو حنا جينا هنايا، جينا هنايا انتم تشوفوا هاي واحد الصورة تذكارية مع الحاج أحمد رحمه الله. شتي هذاك ولدي، هذا هو ولدي يوسف. اه شوفه بحال با، مالو بحال با، تا البير مالو، لا دائما الحطة. اه هذه الحطة دائما، هذه حدنا الحطة في الدم. اه شتي هذه في هارغوت، الناس يشوفوا فينا تقول البلاد منين جاو. اه اه في العرس، العرس ديال بنت خويا، نسيت على سميتها. اه ما نقولش سميتها، علاش تسمي لي بنتي؟ علاش تسمي لي بنتي؟ اه كاين بولشيت. اه صافي هذا هو شتو هما، غادي نودعكم بهاد الصورة هادي. ها هي شتيها، ها انت، ها انتوما، وباقي في صباغتنا. ها هادي في الثمانينات، وقيلا 82 ولا 83 كان جا عندي الفينغورولا. اه هو ولادو ومرتو جاو، جاو هي خرج. لا وقيلا ماشي مع ولادو، هادي جاب بوحدو جاب الوالدة وجاب خويا واحد خويا، وجاب معنا واحد المناجير اللي كان خدام في لاكيس ديالو، ولد الحاج الحدود مصطفى، ولد عبد الرحيم توما مات مسكين. هذا ولد الدرب مقابل معنا الدار، باه كان صاحب الحاج بليوت، كان صاحبو تيمشيو كان دائما تيجيو. هذاك كان معنا، جابو خويا أمي وخويا أحمد وعبد الرحيم وخويا والوالدة، جاو عندنا لإسبانيا، هما تما شدو الطيارة مشاو معنا، هما رجعو في الطوموبيلة. هذا شتي ها هذا تصويرة، هذا ما المرحوم الله حرام حاطينه في الدس. قتلوه أنا نقولها قتلوه، ما كاينش العناية ما كايناش العناية، ما كايناش العناية. أنا نقول لك ما كاين لا عناية، لا ما دير مكتا، ما دير مكتا. أنا الحمار أنا هو هذا، أنا مودعكم ومع السلامة.